التاسع من شروط الصلاة. زتنياو يا صلاة مسفرت. نعم. إزالة النجاسة. قشاشة ما سوجر نجاسة النجر ما سوجر كأكار. لابد أن تزيل النجاسة عن ثلاثة أشياء. قشاشة كصوتنا جوش ليل الناس نجاسة نجاسة كصوتنا جو أكار نجوش ليل الناس وجد يقتلنا. عن البدن كأكالاتين والثوب كالبساتين والمكان الذي تصلي فيه هم من ساجد بات بوت عليك وشاشا للناس وقد يقدينا فلو صلوا على بدن نجاسة أسونا تليك ونجاسة يالا بن ساجد أو على ثوب نجاسة ويترقوا لي نجاسة يالا بن ساجد أو في مكان نجس واي كان هم يسجد بات بوت عليك نجاسة نجر يالا بن ساجد عالما بوجود النجاسة إياوك نجاسة السليمان من كاتو ذاكرا النجاسة نجاسة منور يستوس واستطاع لإزالتها لما سجد لما كلاتي يتالى وصلى بالنجاسة في الصلاة باطلة زنبلو صلاة سجد صلاة ودكناه لكن لو صلى وهو لا يدري عن النجاسة واكتشف وجود النجاسة بعد أن أتم الصلاة فالصلاة صحيحة نجرج نجاسة منور سائر صلاة سجدوا بجرس استو نجاسة تشكمو كسجد بوهالا بيستوز صلاة صحيح نو